الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مصر في يوم، حلقه يوم الخميس. هنتابع مع حضراتكم وكالمعتاد التطورات على الساحه المصريه. ربما يكون التطور الاخير هو دوي الانفجار الذي حدث منذ ساعات قليله للغايه في ميدان الحصري بمدينه 6 اكتوبر، حيث تم زرع قنبله بدائيه الصنع اسفل سياره احد الضباط مما ادى الى اصابته. كان هناك حاله من الهلع الشديد سيطرت على ميدان الحصري وسيطرت على سكان منطقة 6 أكتوبر، لكن التصريحات الأمنية أفادت بأنها قنبلة بدائية الصنع وأنه ليس هناك كم كبير من الخسائر. في الصباح أيضا تضاربت الأنباء حول وقوع انفجار داخل جامعة القاهرة، وهو الأمر الذي نفاه رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار، وأكدت مصادر أمنية أن ما حدث هو قنبلة صوت وكانت قريبة من ميدان النهضة، وبالتالي لم تنفجر أي قنبلة داخل جامعة القاهرة على حد وصف المسؤولين الأمنيين. على أي حال كانت هناك قرارات هامة تتعلق بالامتحانات والدراسة في الجامعات المصرية، حيث تقرر بدء الامتحانات من 3 مايو والانتهاء منها 26 يونيو، على أن يتم اعتبار من 22 مايو وحتى 31 مايو زي ما حضراتكم عارفين المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية سيحصل فيها الطلاب على إجازة. هذه الخطوة بتقديم موعد الامتحانات وإنهاء الدراسة اعتبرها البعض إجراء احترازي من الحكومة المصرية على ما شهدته الجامعات المصرية من أعمال عنف تزايدت وبشدة هذا الأسبوع. تقرير الزميل مصطفى سالم. موجة من العنف اجتاحت الجامعات المصرية في الفصل الدراسي الثاني، دفعت معظم الجامعات إلى إصدار قرار بتقديم موعد الامتحانات لتبدأ في 3 مايو المقبل. أثار هذا القرار غضبا بين الطلاب لضيق الوقت وعدم استعدادهم الكامل. الامتحانات يعني بدري قوي، واحنا اصلا لسه داخلين بقالنا شهر ولا شهر وما ينفعش احنا ملحقناش اصلا يعني نذاكر او نلم المنهج او اي حاجه يعني، فما ينفعش. قرار زي كده لازم يجي بناء على ان هو يستشير الطلبه يشوف المقررات، هل هو هيلغي من المقررات؟ طب لو لغى هيضيع في مصلحه الطلبه؟ اكيد طبعا لا، لو قلب الطلبه في الـ في الـ في الـ في المقرر برضو ده اكيد مش في مصلحتهم يعني. الموضوع غلط خالص اصلا، يعني المتضرر الوحيد الطالب. احنا الترم دوت بادئين متاخر وما لحقناش ناخد ماده علميه، الماده العلميه دي المفروض اطلع اشتغل بيها بره في مجالي، فطبعا المطالب ان انا طالع بالكليه فاهم كل حاجه في مجالي، ده هيأثر عليا في شغلي بره في كل حاجه، فده شايف ان هو ظلم الطالب من الاول للاخر، مفيش حد مظلوم غير الطالب. ما خدناش حاجه عشان نمتحن عليها، والدكاتره هتدينا الكتب بقى وتقول لنا خش وامتحن، واحنا هنعمل ايه يعني في الامتحانات؟ ولا هنجيب ايه؟ ولا هننجح ازاي؟ ولا على الجانب الاخر يرى العاملون في الجامعات ان القرار جاء في مصلحه الطلاب، خاصه بعد الاحداث التي مرت بها الجامعات في الفتره الاخيره. والله هو قرار سليم، لان الدنيا يعني كل يوم كده ما ينفعش. وسبب تأجيل الامتحانات أو تبديرها يعني ده هيكون راجع لسياسة الدولة الاستقرار يعني. مصلحة لنا كلنا طبعا، انت شايف حضرتك القلق اللي بيحصل للطلبة الملتزمة مالهاش ذنب، واحنا الموظفين برضو مالناش ذنب في البهدلة اللي بتحصل كل يوم دي. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا بوقف الامتحانات في الفترة ما بين 22 و30 مايو بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية على أن تستكمل بعد ذلك لتنتهي في موعد غايته 20 يونيو. مصطفى سامي، قناة دريم. عايز اقول لحضراتكم ان تم بث صور للسياره اللي تم وضع قنبله بدائيه الصنع اسفلها، وهي كانت سياره لاحد ضباط الشرطه زي ما حضراتكم شايفين. هي دي الصوره، تم وضع قنبله بدائيه الصنع اسفل هذه السياره، ادت الى انفجار محدود، ادى الى اصابه ضابط شرطه وفقا للتصريحات الامنيه الصادره من وزاره الداخليه. طبعا المشهد كان فيه حاله من الهلع الشديد، لكن الأخطاء تكرر، يعني تجمع عدد كبير جدا من المواطنين في محيط هذا الانفجار رغم التحذيرات الدائمة من خبراء المفرقعات ان لما يحصل انفجار من هذا النوع على الجميع اخلاء
المكان لخبراء المفرقعات، لأن عادة من يقومون بزرع هذه المفرقعات أو القنابل بيستخدموا القنبلة الأولى للفت الانتباه، ثم يليها بعد كده انفجارات. على أي حال الحمد لله هذا السيناريو لم يتم في ميدان الحصري. بعد قليل هيبقى مراسلنا مراسل دريم موجود هناك وهنعرف منه التفاصيل. النهاردة كمان كنت بكلمكم عن الأنباء اللي اتكلمت عن طلاب سمعوا دوي انفجار في جامعة القاهرة، فتوقعوا ان يكون في قنبله انفجرت داخل الجامعه. ده ما حصلش. اللي حصل ان كان في قنبله صوت انفجرت بالقرب من ميدان النهضه، وكان ده الصوت. كان في كمان النهارده المشهد الخاص بقيام قوات الامن بتمشيط محيط جامعه القاهره عقب هذه الانباء، والحقيقه ان عمليات التمشيط دي مستمره منذ الانفجار الضخم اللي تم امام جامعه القاهره، وستستمر بشكل دوري، وهو ده المطلوب، لان محدش عارف مساله زرع القنابل حتى ولو كانت بدائيه الصنع او لا تؤدي الى انفجارات ضخمه، لكن ده اجراء احترازي. النهارده كمان كان في اجراءات تتعلق بابطال مفعول قنبله بدائيه وضعت بميدان مصطفى محمود في المهندسين. هذه الأنباء المتفرقة عن زرع قنابل أو انفجارات محدودة للغاية أصابت المواطنين بحالة من الخوف. أكيد عندكم تساؤلات كبيرة جدا، هنطرح هذه الأسئلة على اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم الداخلية المصرية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة فندم من وقوع أكثر من انفجار رغم أنها كانت والحمد لله محدودة للغاية، لكن ده بيخلي الناس تسأل ولديها مخاوف يا سيادة اللواء من أن تكون هناك مناطق بيتم فيها زرع قنابل والناس ما عندهاش خبرة. هل اتخذتم في وزارة الداخلية إجراءات صارمة في هذا الأمر؟ طبعا هناك إجراءات أمنية واحتياطات أمنية بيتم تنفيذها الفعل. أنا بس بحب أفكر حضرتك السادة المشاهدين بمخطط تنظيم الدولة الإخوان وأنصار الإخوان قبل عملية الاستفتاء على الدستور. كان في مخطط إخواني وأعلن عنه، وكانوا والحمد لله الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط هذا المخطط وتم عملية الاستفتاء على الدستور بنجاح. هناك الآن مخطط إخواني هيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة، وبدأوا فعلا بالفعل بتنفيذه لمحاولة تعطيل خريطة الطريق و إرباك المشهد المصري قبل انتخابات الرئاسية. وإحنا أعلننا اليوم عن ضبط 18 عنصر ومناصب إخوانية في مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة أثناء عقد لقاء سري لتلقين بعملية المخطط الإخواني في المرحلة القادمة. تم ضبط العناصر القادية، هم عددهم 18، وأوراق خاصة بالتنظيم والمخططات اللي هيسعوا لتنفيذها في المرحلة القادمة، منها طبعا سعي لإحداث فتنة طائفية في الشارع المصري، طبعا إثارة الطلاب الإخوان، استغلال الطلاب الإخوان في المدارس والجامعات بهدف تعطيل العملية التعليمية، أيضا خطة لمحاولة ضرب الاقتصاد القومي المصري من خلال ضرب السياحة، البورصة، سوق المال، من خلال بث إشاعات تؤثر على الاستثمار في البلاد. هناك طبعا المسيرات الإخوانية، هناك هيتم محاولات مثل هذه المحاولات في المرحلة القادمة، لكن احنا الحمد لله ليها بالمرصاد، وتم ضبط 18 عنصر منهم عناصر من خارج محافظه البحيره، الجيزه، اسكندريه، المنوفيه، الفيوم، اللي كانوا بيتم تلقينهم لهذا المخطط لبدء تنفيذه. وده متوقع خلال مرحله. انا مش عايز الشعب، احنا مستمرين الحمد لله في ضرباتنا الامنيه الناجحه. سبق ان اعلنا عن مخطط عن قضيه التخابر وتفصيلات هذه القضيه التخابر واستعاده اوراق خاصه بالامن القومي المصري قبل تهريبها وتسليمها لاجهزه احد اجهزه المخابرات الدوليه. طبعا هذا الامر اثار ارتباك شديد داخل التنظيم الاخواني، اصيب بحاله من الهستيريه البالغه، وبيدفعوا باولادهم وشبابهم لعمليات ارهابيه وبيتم ضبطهم وضياع مستقبلهم. طيب سياده اللواء، انا بطمن الشعب المصري كله ان شاء الله. طيب سياده اللواء، الانفجار اللي تم منذ قليل في ميدان الحصره في نقطه شرطه صغيره، البيانات بتقول اصابه ضابط شرطه، حالته مستقره؟ هل في اصابات اخرى ولا هذا الحمد لله الحمد لله النقيب احمد حالته جيده ومستقره في المستشفى الان. هو اصيب بعد كان احمد معين خدمه بيتابع الحاله المروريه في ميدان الحصري في 6 اكتوبر، وعقب انتهاء خدمته وهو بيركب عربيته حدث الانفجار، حادث التلفات في سيارته، حريق بسيط تم السيطره عليه واصيب احمد وتم نقله
مستشفى، والحمد لله لسه مكلمه دلوقتي مطمن على حالته، الحمد لله جيده الحمد لله. طيب سياده اللواء، سمعنا النهارده بعض المصادر اشارت الى ان وزاره الداخليه المصريه انتهت من خطتها التامينيه للانتخابات الرئاسيه القادمه، وسمعنا ارقام كتيره، يعني عايزه حضرتك تستعرضها معانا لو الارقام دي حقيقيه. اتقال ان هيبقى في اكتر من 200 فرد 200 الف فرد امن لتامين هذه الانتخابات، هيبقى في 150 الف فرد امن لديهم تدريبات خاصه تسمى بالعمليات القتالية. لو حضرتك ممكن تفصح لنا أو تؤكد هذه الأنباء. في خطة أمنية بالفعل بتعد بالتنسيق مع القوات المسلحة، ولكن أنا بستأذن حضرتك إن احنا ممنوع إن احنا نعلن عن تفاصيل هذه الخطة. خطة شاملة موجودة في الشارع المصري بكافة منشآت الهامة والإقسام والسجون والشارع المصري بشكل عام بكافة المحافظات والطرق السريعة والمحاور، ولكن طبعا في خطه شامله وهيشارك فيها طبعا قوات استنفار كامل، هتشارك استنفار كامل من قوات الشرطه وقوات مسلحه وتنسيق كامل ما بين الشرطه وقوات مسلحه في تنفيذها. وانا بسال حضرتك مش هنقدر نعلن عن تفاصيلها الان. شكرا للواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم الداخليه المصريه، شكرا يا فندم لمشاركه حضرتك معانا. خلينا نقول لحضراتكم النهارده اصدر المهندس ابراهيم محلب وزير رئيس الوزراء المصري قرار اثار علامات استفهام كبيرة جدا. القرار يتحدث عن أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذي يعتبر، أو هذا الحكم الذي اعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. ده خلى الناس تسأل أمال الببلاوي كان بيعمل إيه؟ ما هذا الحكم صدر في عهد حكومة الببلاوي. هل هذا الحكم صدر ولم ينفذه الدكتور الببلاوي؟ ومال المؤتمر الصحفي اللي خرج فيه هو وعدد من وزرائه وأعلن فيه إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية كان إيه؟ الحقيقة تساؤلات كبيرة جدا. يمكن الزملاء في الأهرام العربي كانوا نشروا هذا الموضوع بأن الببلاوي لم ينفذ القرار الخاص باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وأن لهذه الأسباب. ده التحقيق اللي عملوه الزملاء في الأهرام العربي، وأشاروا فيه إلى أن الببلاوي لم ينفذ القرار وأن محلب أصدر قرارا بتنفيذ هذا القرار. معنا على التليفون الأستاذ أشرف بدر رئيس تحرير الأهرام العربي. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أشرف. أهلا بيك أستاذ أشرف. إحنا مش فاهمين، هو لما صدر هذا الحكم في عهد حكومة الببلاوي وخرج الببلاوي وأعضاء حكومته يعلنون أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أعلنوا ده ولم ينفذوا القرار باعتبارها جماعة إرهابية، وده خلى رئيس الحكومة بعد التحقيق اللي حضراتكم نشرتوه ينفذ هذا القرار؟ حضرتك فهمنا التفاصيل. لا، هو التفاصيل حضرتك ان كان بعد تفجير مديرية امن الدقهلية، الكلام ده كان حضرتك في تقريبا في او تحديدا في 24 ديسمبر الماضي 24/12/2013، اجتمع مجلس الوزراء برئاسة انذاك الدكتور الببلاوي وخدوا قرار باعتبار ان جماعة الاخوان هي جماعة ارهابية او منظمة ارهابية، وطلع حضرتك بيان صحفي في هذا الشأن، واللي كان ألقاه آنذاك كان الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي. صحيح. بعدها حضرتك فوجئنا إن هذا القرار كان مجرد قرار لمجلس الوزراء ومجرد بيان، ولم يصدر في ولم ينشر في الجريدة الرسمية، يتم تفعيله سواء داخليا او خارجيا. خارجيا يعني تبلغ به الدول اللي حضرتك اللي احنا موقعين معها اتفاقيه لمكافحه الارهاب، او تم ابلاغ بها السفارات حتى كمان المصريه، ولم تبلغ بها الجهات المعنيه الداخليه في مصر، باعتبار ان الذي يتم القبض عليه او الذي يرتكب اي اعمال تطبق عليه قانون الارهاب او تبقى هي منظمه ارهابيه. حضرتك الكلام ده ما لم يفعل في اي حال من الاحوال، حتى صدر قرار، حتى صدر حكم من محكمه القاهره للامور المستعجله. ده الامور المستعجله حضرتك تحديدا في 24/2/2014، حتى هذا القرار حتى هذا الفصل لم يتم تفعيله ولم يؤخذ به، وكان ذلك في عهد الدكتور الببلاوي. الرئيس الجمهورية حضرتك وهو بيعد للخطاب بتاعه لما جات له دعوة عشان يشارك في القمة العربية اللي انعقدت في الكويت مؤخرا، كان
في خطابه ان مصر بتتخذ اجراءات رادعه ضد العمليات الارهابيه الاخوانيه، وكان عايز يضمن هذا القرار في الخطاب بتاعه، فطلب الجريده الرسميه عشان يقرا فحوى هذا القرار، فوجئ ان هو مش موجود ولم ينشر. فتم استدعاءه، وانا ذاك تم استدعاء الدكتور الببلاوي، وما كانش هو ده بالفعل لاقاله الدكتور الببلاوي او طلب تقديم استقالته، كان في اسباب اخرى. لكن ده حضرتك بتقول لي ان الرئيس عادلي منصور اكتشف ده اثناء قمه الكويت؟ قبل قمه الكويت. قبل قمه الكويت، لان في قمه الكويت ما كانش الببلاوي موجود اصلا. ما انا بقول لحضرتك وهو بيعد لما جاله، انا تحديدا قلت لحضرتك لما كان بيعد خطابه لما جات له الدعوه لحضور القمه الكويت عشان بيعد الخطاب اللي كان هيلقيه في القمه. أيوة. الكلام ده كان قبل القمه تقريبا بحوالي عن شهر أو اقل من شهر. لحد ما جه برضه المهندس ابراهيم محلب فوجئ بعدم نشر هذا الموضوع في الجريده الرسميه. النهارده خد قرار باعتبار الحكم الذي صدر من محكمة القاهرة ان هو قرار ملزم، وتم التصديق عليه اليوم بعد نشر الأهرام العربي فعلا. وكان امبارح حضرتك يعني كان حاجة مهمة جدا ان الأهرام العربي هو اللي فجر هذه المشكلة. يعني الببلاوي يتخذ قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ولا ينفذ، ومحلب ينفذ القرار الخاص باعتبار جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه. بالظبط يا فندم. هو حضرتك حتى كمان في النهارده في بعض المحامين اتصلوا بيا وقالوا ان هم هيرفعوا قضايا ضد الحكومه السابقه وضد الدكتور الببلاوي، لان هو بالشكل ده حصل نوع من العنف في الشارع المصري بسبب التسيب وبسبب حاله عدم تفعيل القرار. أشكرك الأستاذ أشرف بدر رئيس تحرير الأهرام العربي، شكرا يا أستاذ أشرف. ما كشفته الأهرام العربي والأستاذ أشرف العربي والأستاذ أشرف بدر بيقولوا على الهواء دلوقتي إن الببلاوي وحكومته اتخذوا قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ولم ينفذوا هذا القرار، إلى أن تم اكتشاف هذا الأمر، واليوم يصدر رئيس الحكومة إبراهيم محلب قرارا بتنفيذ القرار اللي خده الببلاوي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابي. خلينا أقول لحضراتكم إن النهاردة كمان المهندس إبراهيم محلب اتخذ إجراءات تجاه محافظ الوادي الجديد اللواء محمود خليفة، واللي أعلن إنه وده محافظ الوادي الجديد، الضجة اللي حصلت امبارح اللي أعلن فيها إنه بيدعم المشير عبد الفتاح السيسي لأنه هو كان زميله وتربطه بيه علاقة طيبة، وهو مؤمن بهذا الرجل ويقصد بالطبع المشير عبد الفتاح السيسي. وبدأت المحافظة تشارك في جمع توكيلات للمشير عبد الفتاح السيسي، وهي الواقعة التي حقق فيها مجلس الوزراء وقرر على إثرها رئيس الوزراء بتقال قبول استقالة محافظ الوادي الجديد. لا، هي في الحقيقة إقالة لمحافظ الوادي الجديد لأنه يمثل الدولة ويمثل الحكومة المصرية، وبالتالي لا يحق له أن يدعم أي مرشح أيا كان. كل واحد فينا عنده قناعاته، عنده تفضيلاته الشخصية، لكن حينما تكون في منصب عام لابد أن تلتزم الحياد في هذه الانتخابات. والحقيقة أن تحية لرئيس الحكومة أنه اتخذ إجراء سريع في هذه المسألة، لأن هو قال أنا هكون محايد للغاية وهذه الحكومة ستكون محايدة للغاية في التعامل مع الانتخابات. هذا مؤشر بيقول، بس عايز أقول له كمان أن في أحد وزراءه، بلاش أقول هو مين، طلع وقال هنقول نعمين للمشير عبد الفتاح السيسي. لا، يحتفظ برأي حضرتك لنفسك، لأنك هتضع الحكومة في موضع حرج للغاية. ممكن في ناس كتيرة تكون مؤمنة ومعولة على المشير عبد الفتاح السيسي أنه يستطيع أن يتعامل مع الوضع الأمني الصعب اللي احنا فيه، عشان كده ربما بيتمسكوا بفكرة ترشحه. لكن طالما هم مسؤولون رسميون في الدولة المصرية عليهم أن يلتزموا بالحياد. نشوف جزء من الكليب الخاص بمحافظ الوادي الجديد اللي أعلن دعمه للمشير عبد الفتاح السيسي. اليوم بناء على تعليمات الوزير، انا جيت النهارده اول يوم بناء على تعليمات الدكتور نبيل اللي كان في مكتب المشير السيسي، والمشير السيسي زعلان جدا انه ما عداش ال 1000 توكيل على مستوى محافظ الوادي الجديد والسويس. النهارده نزلت اول يوم وجيت ما عداش ال 1000 توكيل حتى 1000 ورقي ما وصلش هناك. محمد سواك صاحب الشان ما عداش. ايوه السلام عليكم. لا هو مش عارف صاحب الشان يا جماعه، صاحب الشان مش عارف مين يسلم مين هنا، ملهوش مقر. السلام عليكم. ازاي دكتور نبيل؟ ازاي حضرتك؟
والله تمام، انا مقصر مع حضرتك ومع الدكتوره، والله لاجي من زوركم انتوا يعني ناس مين هنا رمضان بحتاج ليك والله اكتبوا هنا مقر كذا في الحته والله يا دكتور نبيل انا يا اشرف لما احنا عملنا وعد مني والله انا بسال لما معاك حسين بالامانه والله ان شاء الله ما انزل باذن الله بس كده اليومين دول هنيجي نسلم على حضرتك ان شاء الله طبعا ايه ماشي ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يعني انا عايز اعرف بس طبعاً تابعنا قرار واشنطن أمس باعتبار جماعة أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية. الحقيقة صدرت بعض التفصيلات الخاصة بهذا البيان، هم قالوا إن هم اعتبروا جماعة أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية لأنها مارست أعمال عنف وإرهاب ضد السياح وضد مروحية الجيش التي تم إسقاطها في سيناء، وأيضاً هجمات الأمن اللي سيطرت على الناس أو تضرر بها بشكل كبير جداً المواطنين في مصر. وقالوا ان هم ليس لديهم ما يثبت ان ثمة علاقة ما بين جماعة انصار بيت المقدس وما بين جماعة الاخوان المسلمين، وانهم يجرون تحقيقا موسعا في هذه المسألة. على اي حال كان في فيديو النهاردة تم بثه من جماعة انصار بيت المقدس يتعلق بالانفجار الضخم اللي شهدته مديرية امن دقهلية لو حضراتكم فاكرين. النهاردة ذاعوا هذا الفيديو للتوقيت ده بالذات، بيذيعوا فيه هذا الفيديو، هل هو رد على اعتبار واشنطن لهم جماعة إرهابية؟ يعني هم بيأكدوا أنهم جماعة إرهابية. خلينا نشوف جزء من هذا الفيديو. الله لا إن أتبعوا إن توكلت على الله. وأن يبارك في سعيكم وأن يثبتكم وأن يؤمنكم وجزاكم الله خيرا ونسأل الله عجل أن يجمعنا بكم في جنات النعيم في دار السلام. ربنا يثبتكم يا إخوة يعزكم تحملوا معلش النعيم لا يضرب بالنعيم نسأل الله عز وجل حرمنا من أزواجنا حرمنا من عيالنا، ولكن في سبيل الله الله العظيم كل يدين والله الله لا تحرمنا يا رب. كلمة أخيرة والله يوقع في نفسي، لو الإنسان يعني مع زوجته أولاده على ضفاف النيل في نعيم في الدنيا مقيم وما فيش نغص ولا تعب الله العظيم، ثم يعني إذا حرم العبد بالشهادة فذلك حرمان والله. نسأل الله لا يحرمني يا رب، جازي إخواننا كل خير، بارك الله فيكم. ما تركنا أزواجنا يعني ولا أولادنا ولا أهلينا زهدا فيهم ولا ضاقت علينا الدنيا، لكن لله عز وجل. الناس بتسيب عيالها عشان خاطر يعني دنيا حقيرة، فنحن تركناهم لله عز وجل.
الفيديو ده يمكن الصوت مش واضح فيه قوي، لكن جماعة أنصار بيت المقدس بتعلن فيه مسؤوليتها عن استهداف ما اعتبروه أو ما أسموه في هذا الفيديو بوكر الدقالية. وشايفين حضراتكم في السيارة كان راكب السائق اللي راح أو نفذ العملية الخاصة بهذا التفجير، بيقول فيها أن هم يعني ما تركوش أولادهم وما تركوش زوجتهم زهدا في زوجتهم، ولكن ابتغاء لوجه الله. كل من يسمع بيانات أنصار بيت المقدس يتأكد يقينا أن هذه الجماعات هي بالفعل جماعات تكفيرية تكفر هذا المجتمع، ومن هذا الباب تقوم بهذه العمليات الإرهابية. دي صورة الشاب اللي كان بيقود السيارة اللي حضراتكم شفتوها، وهو ده اللي نفذ التفجير في مديرية أمن الدقهلية، هو اللي كان بيحكي فيه. هذا طبعا العضو في جماعة أنصار بيت المقدس لدي فكر، لدي عقيدة تكفيرية يتحرك منها. هذه الجماعة أيضا أو جماعة أنصار بيت المقدس هي الجماعة التي قامت بإسقاط المروحية الخاصة بالجيش في سيناء، واللي بيان الخارجية الأمريكية استند إليها في اعتبار جماعة أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية. ده الفيديو الخاص بإسقاط مروحية الجيش في سيناء. نروح لمحافظة بني سويف. الحقيقة النهاردة كان في خبر تناولته بعض وسائل الإعلام يتعلق باحتجاز بعض البلطجية لقطار ركاب في محافظة بني سويف. هنعرف تفاصيل هذا الأمر من السيد اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم. بعتذر لانتظار حضرتك على الهاتف كثيرا. اهلا وسهلا يا فندم. عايز اعرف الواقعه دي الخاصه باحتجاز بعض البلطجيه لقطار في بني سويف، ايه التفاصيل؟ هو طبعا العنوان كده كبير جدا، مفيش بلطجيه احتجت قطار. هو الموضوع في مشاجره بين الباعة الجائلين، ترتب عليها تعطل القطار شويه، انما مفيش لا بلطجيه احتاجت قطاع ولا اي حاجه خالص. وانا حتى يمكن احد القنوات وقلت لهم الكلام ده، انما كان هناك مشاغبه وتم ضبط ثلاثه منهم وتحرر لهم المحضر، لدرجه ان المامور القضائي اللي هو المحطه تتبع الاداره العامه شرطه النقل والمواصلات ومش المديريه لم يخطر بالواقع لانه حس انها بسيطه بالنسبه له هو، لكن الموضوع ما فيهوش لا بلطجيه احتجت القطر ولا حاجه، هي مشاجره مع باع جائلين فقط، وتم ضبطهم وتحرير المحضر اللازم ليهم. يعني توقف القطار ده كان لهذه المشاجره ولم يتم السيطره على هذا القطار من بعض المشاركين في هذه المشاجره او بعض البلطجيه؟ اطلاقا اطلاقا اطلاقا. طب هل اي في اي شيء تضرر؟ حصلت اصابات؟ حصلت لا قدر الله اي اشتباكات؟ لا، الاشتباكات مع الباعة جائلين مع بعض. بخيت مع أربعة جائلين وتم ضبطهم من معرفة القضائي ولم يستعين بمديرية الأمن حتى، يعني هو سيطر على الموقف لوحده الحقيقة. طب هل حضرتك اتخذت بعض الإجراءات الأمنية في محافظة بني سويف؟ لأن هناك مخاوف من مسألة زرع بعض القنابل في عدد من المحافظات، ربما يكون هذا باعتبار حضرتك يعني على رأس جهاز الأمن في بني سويف يكون هذا إجراء احترازي في هذا التوقيت. لا طبعا، احنا في كل وقت احنا عاملين استنفار كامل على مدار اليوم الكامل في كل المراكز والنجوع، احنا بنأدي عملنا على مدار 24 ساعه مستعدين لاي حاجه طبعا، لان متوقعين اي حاجه في اي وقت طبقا للظروف الامنيه اللي احنا. شكرا يا فندم للواء ابراهيم هديب مدير امن بني سويف، وينفي واقعه او ما تناولته بعض المواقع الاخباريه من احتجاز بعض البلطجيه لقطار في بني سويف، وقال ان كان في مشاجره بين بعض الباعه الجائلين ادى الى توقف هذا القطار لوقت محدود. خلينا اقول لحضراتكم ان في بعض الانباء التي تتحدث ايضا عن مصرع سيده واصابه خمسه اخرين في انفصال قطار عن مساره بالشرقيه. هنتابع ايضا الوضع في الشرقيه، لكن خلينا اقول لحضراتكم الزياره الهامه اللي قامت بها كاترين اشتون المنسقه للسياسه الخارجيه والامنيه في الاتحاد الاوروبي. التقت عدد من المسؤولين المصريين، التقت السيد المشير عبد الفتاح السيسي النهارده بصفته مرشحا للانتخابات الرئاسيه في مصر.
ياسر، التقط ايضا بالرئيس عدلي منصور واجرت معه عدد من المباحثات التي تتعلق بمطالبه الاتحاد الاوروبي او رغبه الاتحاد الاوروبي في دعم الخطوات الخاصه بخريطه الطريق، وخاصه الاستحقاق الثاني المتعلق بالانتخابات الرئاسيه. كاترين اشتون مسؤوله رفيعه المستوى لديها جهود واتصالات وعلاقات قويه بمصر وزيارات متبادله، هناك من يرى ان هناك تحول في موقف الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي اصبح اكثر دعما للموقف المصري بعد 30 يونيو، صحيح ان كانت هناك بعض الصعوبات التي اعاقت هذه المساله لكن هناك حاله من التفاهم الشديد الان. هي ايضا التقت بالسيد محمود عباس ابو مازن الرئيس الفلسطيني والسيد نبيل العربي الامين العام للجامعه العربيه في القاهره ايضا على هامش اجتماع وزراء الخارجيه العرب. النهارده فرنسا 24 كان ليها بعض الانفرادات الخاصه بان قطر لديها مشكله الان في وجود القرضاوي على اراضيها، وانها ربما تبحث كاحد الخيارات خلال الفتره القادمه مساله ترحيله وعدم وجوده على اراضيها، هكذا تقول. النهارده كمان كان في تصريحات لوزير الخارجيه الكويتي لقناه العربيه المح فيها الى ما يبدو انه قرب في انفراج العلاقه ما بين دول الخليج وما بين قطر، وهو الأمر الذي نفته أيضا مصادر سعودية، قالت لا عودة لسفراء الخليج إلى قطر إلا بعد توقف قطر عن التدخل في الشؤون الخارجية. يعني الكويت تؤكد أن ثمة انفراجة قد تحدث والسعودية تنفي الأمر، لكن تظل العلاقات العربية الخليجية مع قطر في أزمة شديدة. خلينا أقول لحضراتكم إن ما زال مسار الانتخابات الرئاسية بيشتعل، حمدين صباحي بيعلن عن قرب إعلان برنامجه الانتخابي وبيقول إنه هيركز على الأمن والعدالة الاجتماعية بشكل خاص، وإنه أوشك على الانتهاء من جمع توكيلاته وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. فيما يتعلق أيضا بحملة المشير عبد الفتاح السيسي، هي بتقول إنه تم جمع أكثر من 250 ألف توكيل حتى الآن، لم يعلن المشير عبد الفتاح السيسي بشكل واضح الموعد الذي سيتقدم فيه بأوراقه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حتى الآن، لكن النهاردة عائلة الفريق الشاذلي أعلنت تأييدها وقامت بزيارة لمقر حملة السيسي. أيضا حزب الحركة الوطنية وحزب الفريق شفيق أعلن بشكل رسمي تأييده للمشير عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات. ربما مهتمين قوي واحنا بنواجه كل هذه الصعوبات ان احنا ننظر الى بعض النقاط الإيجابية في المشهد المصري. هناك تعويل كبير جدا على أن تنتعش السياحة المصرية رغم كل الاضطرابات الأمنية الموجودة، لكن السياحة هي أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وبالتالي هناك حرص رغم كل الصعوبات اللي بتواجهها أو بيواجهها هذا القطاع والعاملين فيه على محاولة إنعاشه. زميلنا محمد سماحة سافر إلى شرم الشيخ وأعد لنا هذا التقرير. I would like to welcome everyone from all over the world to Egypt and to let you know it's safe. هي مدينة السلام، أكبر مدن محافظة جنوب سيناء، أحد أشهر شواطئ العالم شرم الشيخ. هذه المدينة التي تعاني منذ فترة كساداً ولم تعد شواطئها وأسواقها تشهد إقبالاً من السائحين الأجانب كما كان في الماضي، وهذا يرجع إلى الوضع السياسي والحالة الأمنية خلال الفترة الأخيرة وإعلان عدد من الدول الأجنبية حظر السفر إلى مصر. ومع ذلك يرى عدد من المسؤولين أن الوضع الآن تحسن كثيراً وأن نسب الإشغال في الفنادق زادت زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة. يعني احنا حوالي 43% دلوقتي، واحنا مش في الموسم، الموسم بتاعنا كما تعلم حضرتك شتوي، بيبدأ من شهر 9 إلى شهر فبراير، ولكن بالرغم من ذلك احنا عندنا نسبة اشغال كويسة. احتفالات وكرنفالات تشهدها شواطئ شرم الشيخ وشوارعها بشكل دائم، ويحرص على حضورها عدد من مسؤولي المحافظة والخبراء السياحيين في محاولة منهم لتنشيط الحركة السياحية في المدينة.
الأحداث الأخيرة مع غلق الخمس دول اللي هو النمسا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا، هي دي اللي أثرت على شرم. وإحنا متعمدين اللي إحنا نعمل هذا الكرنفال الشاطئي علشان نعرف كل الدول دي اللي إحنا عندنا أمان وأمن. في النص assim você me mata, ai se te pego, ai ai se te pego. Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. الحالة الأمنية والقلق السياسي الذي تشهده البلاد لم يمنع عددا من السائحين من المجيء إلى شرم الشيخ والاستمتاع بإجازاتهم هناك. I come here a lot of times and I have a lot of friends here and I walk in the street and never happened nothing. People very kindly and happy, always smiling. Nothing happened here. No problem. Русские не хотят ехать сюда. Или боятся, потому что у вас в Каире происходит такая обстановка, им очень страшно. То есть если они слышат слово Египет, война, то есть они ни Шарм-эль-Шейх, ни Хургада не хотят ехать. I think it's just mistakes of our mass media, of newspapers and television. Maybe it's something in politics between countries. Anyway, it's not our deal, but Sharm is safe and all the tourists from all over the world, they come, they can come here and they come here and they will come here. مع أن مياهها ما زالت راكدة ورمالها تشتاق إلى عدد أكثر من الأقدام لتطبع عليها، فهذه الأعداد القليلة من السائحين لا يقلل أبدا منها أو من سحرها، لأنها في النهاية شرم الشيخ تمرض ولا تموت. محمد سماحة، قناة دريم. الزملاء وهم في الاستوديو بيتابعوا هذا التقرير بيقولوا لي طب نعيد التقرير تاني بدل مشاهد النكد اللي احنا كل يوم بنزاها على الناس. لا، في وجه مضيء في الصوره الحقيقه. شفنا السياح اللي كانوا موجودين في شرم الشيخ، يا رب العدد يزيد. يعني في كلمه قالتها السائحه ان هم ياتون وسوف ياتون، وفي سائحه ثانيه اتكلمت عن الاخطاء الاعلاميه. مش عارفه هي تقصد ان الاعلام احيانا يضخم من حجم التحديات اللي موجوده او الوضع الامني، وبالتالي يؤدي الى عزوف البعض عن القدوم الى مصر. على اي حال احنا النهارده ربما يعني نحاول في اظهار الجانب المضيء من الصوره، ونتمنى ان يبقى في حركه سياحيه افضل ان شاء الله بعد استبداد الامن في مصر. بعد الفاصل هفتح مع حضراتكم ملف شائك أثار على مدار هذا الأسبوع حالة من الجدل الشديد. النشطاء السياسيين هل يتم العفو عنهم زي أحمد دومة وأحمد ماهر وعدد من النشطاء اللي تم اتهامهم بخرق قانون التظاهر؟ هناك من يرى أنه بعد صدور أحكام نهائية ضدهم هم يطالبون الرئيس عدلي منصور بالعفو عنهم. هناك وجهة نظر أخرى تقول لا، لابد أن ينطبق القانون على الجميع. مفيش دولة يمكن أن تصدر أحكام قضائية ضد بعض المواطنين ثم تأتي في وقت آخر وتقوم بالعفو عنهم، لأن ده ربما يدي رسالة لبعض الخارجين عن القانون أنه يمكن أن يفعل فعلته وفي النهاية لا يكون هناك عقابا. هنفتح الملف بالتفصيل بعد هذا الفصل.